السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ وتلميذات المستوى السادس ابتدائي. إذا الحصة الثالثة من الأنشطة العددية. إذا هذه الحصة سنتطرق إلى الأعداد الكثيرية. إذا على بركة الله التطبيق الأول. إذا أحسب واختزل ما يلي. إذا لاحظوا جيدا الأعداد. أخيرا 14/5 قسمة 2/25. إذا لاحظوا جيدا الأعداد. إذا نمر إلى الحل. إذا نبدأ بالعملية الأولى. 5 على 3 زائد 4 على 5 عشر. إذا المطلوب مني هنا توحيد المقامات. إذا المقام أكبر مقام هو 15. إذا كذلك 15 من مضاعفات 3. إذا لاحظوا جيدا. إذا نضرب البسط المقام في نفس العدد. 5 في 5 على 3 في 5. إذا زائد 4 على 15 تساوي 25 زائد 4 على 15. إذا تساوي 29 على 15. إذا هنا الكسر غير قابل للاختزال. نمر إلى العملية الموالية. 4 على 7 ناقص 1 على 3 نفس الشيء. نوحد المقام. هنا 7 أكبر مقام لكنه ليس من مضاعفات 3. إذا نطبق القاعدة التالية. إذا 7 في 3 لنحصل على مقام موحد. إذا نضرب المقام أو البسط الثاني في المقام الأول، كذلك البسط الأول في المقام الثاني. لاحظوا جيدا. 4 في 3 على 7 في 3 ناقص 1 على 7. 1 في 7 على 3 في 7. إذا المقام هو 21. إذا 12 ناقص 7 على 21 الحاصل هو 5 على 21. 5 على 21. إذا 3 زائد 9 على 5 تساوي. إذا لاحظوا جيدا. إذا هنا 3 مقامها هو 1. إذا 5 أكبر مقام ومن مضاعفات 1. إذا 3 في 5 على 1 في 5 زائد 9 على 5. إذا 15 زائد 9 على 5. إذا 24 على 5. 3 على 2 ناقص 5 على 12. كذلك نوحد المقام. إذا أكبر مقام هو 12. 12 من مضاعفات 2. إذا نضرب 3 في 6 و2 في 6 ناقص 5 على 12. إذا 3 في 6 18. 18 ناقص 5 كم تساوي؟ نعم 13 على 12. إذا غير قابل للاختزال. إذا نمر إلى 3 على 7 في 6 على 7. إذا هنا العملية سهلة. لدينا المقام موحد. نعم 3 زائد 6 على 7 تساوي 9 على 5. إذا 3 في 6 على 7 في 7. إذا هناك خطأ. إذا هنا لدينا جداء عددين كسريين. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. انتبهوا جيدا. إذا الصحيح هو 3 في 6 على 7 في 7 تساوي 18 على 49.
خمسة على 11 قسمة 15، إذا كذلك هنا 15 مقامه هو 1، إذا تساوي القاعدة هنا تقول هنا لدينا خارج عددين كسريين، نأخذ العدد الأول في مقلوب العدد الثاني، إذا 5 في 1 على 11 في 15، 5 على 165، إذا هنا العدد قابل للاختزال، إذا نقسم 5 على 5 وكذلك 165 على 5، إذا هي 1 على 33، إذا 1 على 4 ضرب 6 على 5، نفس القاعدة تطبق، البسط في البسط والمقام في المقام، إذا حصلنا على 6 على 20 قابل للاختزال، إذا نقسم 6 على 2 كذلك 20 على 2، إذا هي 3 على 10، وأخيرا 14 على 5 قسمة 2 على 25، إذا دائما العدد الأول في مقلوب العدد الثاني، إذا تعالوا معي لنختزل من البداية، كما تلاحظون 25 من مضاعفات 5 و14 من مضاعفات 2، إذا 25 قسمة 5 تساوي 5 و5 قسمة 5 تساوي 1، إذا 14 قسمة 2 تساوي 7 و2 قسمة 2 تساوي كذلك 1، إذا 7 في 5 على 1 في 2، وأخيرا الخارج هو 35 على 2. إذا نمر إلى تمرين للإنجاز، إذا المطلوب مني هو اختزال ما يلي، إذا لاحظوا الأعداد جيدا واختزلوا كل كسر، إذا نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله، مع السلامة.